وبارك على من أرسله ربنا للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا، ورضي الله عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه، وارض عنا معهم يا رب العالمين. بعد أن أسلم سيدنا عمر وسيدنا حمزة رضي الله عنهما، واستشعرت قريش تغير الجو الإسلامي وقوة المسلمين وعزتهم، بدأت تستخدم سبيلا آخر هو أسلوب المفاوضات والمساومات، فأرسلت عتبة بن ربيعة ففاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه عدة أشياء، ولكن نبي الله صلى الله عليه وسلم أباها، لأن الله بتعثه للناس داعية إلى سبيله ولم يبعثه جابيا للأموال أو مترئسا على الناس بحق أو باطل، وإنما قيادته للبشرية جمعاء بما يرضي الله عز وجل. فلما رأوا رجوع عتبة بن ربيعة على هذه الحال مما لم يجد فيه جوابا ولم يحر فيه، أي لم يعرف فيه التصرف، بعد أن قرأ عليه رسول الله صدرا من سورة فصلت، قرروا أن يجمعوا أنفسهم فيأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرضوا عليه تلك المعاريض مرة أخرى، لعلهم يجدون منه في اجتماعهم وكلامهم جميعا معه تغيرا في رأيه وتوجهه. فجاءوا إليه هذه المرة مجتمعين، مجموعة من سادة قريش، فعرضوا عليه معاريض عتبة بن ربيعة، ألا وهي: إن كان الذي تريده مالا جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد سؤددا جعلناك سيدا علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان الذي بك رئيا يأتيك جمعنا لك حتى نأتي لك بأمهر الأطباء فينظرون في شأنك. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تذكرون. أنتم تذكرون أن بي شيئا، تظنون هذا، تزعمون هذا، ما بي ما تذكرون، لا من مرض ولا من جن، وما أريد السؤدد عليكم ولا الملك فيكم، وما أريد شيئا من أموالكم. صرح لهم بالبيان التام حتى يفهموا، لأنهم لما قرأت عليهم سورة فصلت وفي آخرها التهديد: فإن عرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، ما فهموا ما المقصود تماما. الآن يسمعون: كل هذا لا أريده، وإن الله تعالى قد بعثني إليكم داعيا إلى سبيله، مبشرا بجنته ونذيرا من عذابه وناره، فإن آمنتم فهذا حظكم في الدنيا، وإن كفرتم فأمركم إلى الله تعالى في الآخرة. فلما سمعوا منه هذا الكلام انتقلوا في أسلوب التفاوض والتحاور إلى أسلوب آخر، وهو ما يمكن أن نعبر عنه في هذا الوقت بالتعجيز. إذا تعجز الذي أمامي أطلب منه أشياء في نظري مستحيلة. لما أعرف أنك فقير أقول لك: أحضر لي 100 مليار. أنت لا تملك 100 مليم، مو مليون مو مليار. فهذا أسلوب تعجيزي. يظن المشركون أنهم بهذا سيتغلبون على رسول الله ويوقفونه ويمنعونه من استمراره في دعوته. فقالوا له: فإذا ما دمت لا تريد الملك ولا السؤدد ولا الشرف ولا المال ولا بك مرض ولا أي شيء، فإذا فاجعل هذه الجبال تسير من حولنا، اجعل الجبال تمشي تسير تتغير من حولنا لأنها ضيقت علينا في مكة، وفجر لنا الأنهار لأن أرضنا أرض ليست ذات أنهار، وأحيي لنا الموتى حتى نكلمهم ونعرف إن كان الذي جئت به حقا أم لا. فأنزل الله تعالى إجابة لهم وردا عليهم،
ولو أن قرآنا سيرت به الأرض ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى وقفنا وقف يسير بل لله الأمر جميعا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض فانفرجت واستشعروا الراحة لأنهم محاطون بالجبال أو كلم به الموتى قلت هنا ينبغي الوقف قليلا هذه لو تفيد الشرطية فما جواب الشرط التقدير كما قال أهل العلم لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو كلم أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لما آمن واحد منهم لأنهم يعاجزونك فقط لو رأوا كل هذا بأم أعينهم لقالوا لك أنت كذاب وساحر لن نؤمن لك لذلك عقبت الآية طبعا هذا جواب الشرط محذوف مقدر في الذهن أي لما آمن واحد منهم قال الله تعالى بعد ذلك بل لله الأمر جميعا الأمر بيد الله فهو الذي يحرك القلوب وإن شاء قبلهم وإن شاء ردهم على أعقابهم لذلك يا أيها الأحبة دائما سل الله الثبات على الحق الذي هديت إليه لأن تحريك القلوب بيد الله عز وجل قالوا فإن لم يكن كذلك ما سيرت لنا الجبال ما قطعت لنا الأرض ما كلمت لنا الموتى وأحييتهم فإذا فأرسل فاطلب من ربك أن يرسل علينا ملكا من السماء يصدقك أنت رجل مثلنا فنحن لا نصدق أن رجلا مثلنا هو رسول من عند الله لابد أن يكون المرسل من الله ملكا فاجعل ملكا يمشي معك ينزل من السماء نراه هكذا بأعيننا فيصدق كلامك ويخبرنا أنك من عند الله تعالى كذلك اجعل كنوز الأرض تخرج بين أيدينا الأرض تخبأ في باطنها كنوزا كثيرة من ذهب وفضة وغير ذلك فأخرج لنا كنوز الأرض حتى تظهر بين يديك فنصدقك على أنك نبي مرسل من عند الله فأنزل الله تعالى يرد عليهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها كنوز الأرض ثم قال الله تعالى وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا نتيجة سؤالهم لك أنك إن أتيتهم بهذه الأشياء وأنزل الله إليك ملكا سيقولون سحرت أعيننا هذا ليس ملكا وأنت ساحر مدع لذلك لم يجبهم إلى طلبهم هذا أيضا سألوه الثالثة قالوا ما دمت لم تفعل لنا هذا لا سيرت الجبال ولا أخرجت كنوز الأرض ولا جئتنا بملك من السماء يا أخي فأنزل علينا العذاب أسقط العذاب علينا من السماء حتى نعتبر أعوذ بالله من هذا الكلام أعوذ بالله تعالى من هذا الكلام هذا الكلام لا يقوله إلا أحمق أو غاضب منفعل لا يدري ما يقول فإذا عاد إلى رشده أدرك ما يقول أحيانا الإنسان وقت معصب بغضب بدعي على نفسه بعد ذلك يرجع أنا قلت الله يحرقني الله يقتلني أنا هيك حكيت مع حالي دعيت حالي حسبي الله ونعم الوكيل طيب أنت الذي تسرعت من الذي تسرع غيرك سبحان الله فهؤلاء قالوا ما دامت هذه الأمور كلها لم تحصل لك ولن تستطيع الإتيان بها إذن فأنزل علينا العذاب والحجارة من السماء حتى نعتبر قال الله تعالى حاكيا عنهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فأجابهم الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحان الله. الله تعالى إكراما لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم لم ينزل عليهم عذاب الاستئصال كما فعل بالأمم السابقة. عاد أهلكهم الله تعالى، ثمود أهلكهم الله تعالى، قوم فرعون أهلكهم الله تعالى، استأصلهم، ذهبوا فلم يرجعوا. إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل الله تعالى عذابا عاما على جميع المشركين، وقال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ولكن الله تعالى تهددهم وأنزل عذابا متفرقا على أفراد منهم وابتلاءات لعلهم يرجعون. فلما رأوا أيضا أنه لم يستجب لهم وأجابهم بنفس الأجوبة السابقة في أن ينزل عليهم العذاب، سبحان الله العظيم، قالوا له كلمة جديدة. قبل أن أقول يا أيها الأحبة في ذكر الكلمة الجديدة، على ذكر العذاب وطلب إنزاله من السماء، هناك قصة لطيفة فيها عبرة. قالوا دخل رجل يوما على أمير المؤمنين سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في زمان ولايته وخلافته، فقال له ما كان أحمق قومك إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أظنكم تفهمون المراد. داخل عليه شخص عم بقول له قومك شقد أغبياء، هيك حدا بحكي بقول يا رب نزل علي العذاب، ما في عقل هدول. يعني كأنه يريد أن يقول لمعاوية أنت غبي مثلهم، هذا ما يريد قوله، هم أغبياء فأنت مثلهم. معاوية رضي الله عنه مشهور بحلمه، ولعل أكثركم يسمع بتلك بالتعبير المشهور شعرة معاوية رضي الله عنه، قوله كان يقول لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت، إن شدوها أرخيتها وإن أرخوها شددتها. رضي الله عنه مشهور بالحلم كان. المهم، فبماذا أجاب؟ قال له أتكلم الخليفة يا غبي يا قليل الأدب يا كذا اقطعوا رأسه؟ لا لا لا. قال له بل قومك أحمق منهم، هذا الرجل أصله من اليمن، هذا الرجل المتنطع بالكلام أصله من اليمن. قال بل قومك، يقول له معاوية ردا علي، أحمق منهم. قال كيف؟ قال قال الله تعالى حاكيا عن قومك وقالوا ربنا وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. هؤلاء كانوا يعيشون في رغد، هم قوم سبأ، نعم، الذين أرسل الله تعالى عليهم سيل العرم. هؤلاء كانوا يعيشون في اليمن في قديم الزمان، يعيشون بسعادة ورخاء، ولا يقطعون مسافة بين قرية وقرية إلا في طرقات مملوءة أشجارا وجمالا وظلالا. الطريق كله كويس، شجر وظل وجميل. فهدول أرفوا الشغلة، واحد كل يوم لحمة بعدين بقول لك بقرف جيب لي خبز ميكن، تاني يوم خبز ميكن بقول لك رجعني على اللحمة، هيك طبع الإنسان، طبع الإنسان يمل سريعا. فماذا قالوا؟ طريقهم جميل وأشجار وخضار وكذا، قالوا ربنا بعد بين أسفارنا، يا ربي خلي المسافات بين المدن أبعد من هيك، بعد لنا البلاد وخلي الطريق شوي صحراوي نتفرج هيك على الدنيا. فقال له في حدا أحمق من هؤلاء؟ في حدا بيروح بيسافر بالجمال والخضرة بقول له يا ربي حول لي الطريق إلى صحراوي وبعد الطريق بيني وبين المدن بدل أن تكون المدن قريبة ويصل إليها بسهولة وراحة، يريد أن تكون الطرقات فيها مشقة في السفر؟ في أحد يتكلم بهذا؟ فنظر إليه الرجل فسكت فلم يدري جوابه. سبحان الله. لذلك يا أيها الأحبة أكرر هذه عبرة مهمة، لا تستعجلن في طلب أشياء قد تكون في نفسها شرا عليك وأنت تظنها خيرا لك. الحكمة بيد الله عز وجل، هو العالم بالأشياء. فلما سألوا كل هذه الأشياء
ولم يجدوا جوابا، ثم سألوا العذاب فلم ينزل الله تعالى العذاب عليهم لعلهم يرجعون أو يفيئون. قالوا لرسول الله: ألم يعرف ربك أننا سنجلس معك ونكلمك بهذا الكلام؟ قال: بلى، هو يعرف. قالوا: إذن لماذا لم يجبنا إلى طلباتنا؟ فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم: إن الله تعالى أعلم بما يفعل، هذا شأنه، وأنا عبده وليس بيدي شيء من الأمر. قال الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. رسول الله يريد أن يفهمهم: أنا ما قلت لكم إنني شريك لله، أنا ما قلت لكم إنني أستطيع أن أفعل أي شيء، وإنما قلت لكم أنني عبد مثلكم أطيع ربي فيما يأمرني به، فإذا أمرني الله تعالى بشيء فعلته، وإذا نهاني انتهيت، وإذا وجهني إلى شيء توجهت إليه، لكني لا أستطيع شيئا بعد ذلك. أسأله فإن أجابني فضله، وإن لم يجبني فشأنه سبحانه وتعالى حكمته. نظروا فإذا هم لم يجدوا شيئا يظنون أنهم يعجزون به رسول الله، فعادوا مرة أخرى إلى أسلوب التهديد والوعيد. خرجوا من عنده وتشاوروا، فقال لهم أبو جهل: لقد غلبنا بحجته، كل ما نقول له شيء يرد علينا، كل ما نقول له شيء يرد علينا، ولم نجد جوابا ولم نصل إلى شيء. والله لئن رأيته أمام الكعبة ساجدا لأخذن حجرا أو صخرة فأفضخ بها رأسه، شقل له رأسه يعني، فأفضخ بها رأسه. وهذا الذي فعله أبو جهل فعلا. بعد أيام يسيرة سجد رسول الله أمام الكعبة يوما، فنظر أبو جهل فرآه، فعمد إلى حجرة أو صخرة كبيرة فجاء بها وتقدم، حتى إذا اقترب من رسول الله يريد أن يلقيها على رأسه الشريف إذا به يلقي الصخرة من يده ويصفر وجهه ويتغير لونه وينقلب مستديرا ثم يهرول عائدا إلى الوراء، فيلحقه المشركون: ما بك يا أبا الحكم؟ هذا لقبه قبل أن يشتهر بأبي جهل. ما بك يا أبا الحكم؟ ما شأنك؟ أنت الذي تزعم أنك تريد قتله؟ قال: والله لقد رأيت بيني وبينه فحلا من الإبل. الفحل ذكر الإبل، وفم الإبل يا أيها الأحبة فاتحا فاه، رأيت بيني وبينه فحلا من الإبل فاتحا فاه، يعني فاتح تمه، والله لو دنوت منه لأكلني هذا الفحل. الجمل يا أيها الأحبة لما يفتح فمه، لعل بعضكم رآه، تنظر فتظن يعني شيء مرعب، المنظر مهيب، رأس الجمل كبير وفمه كبير جدا، مخيف فعلا، أسنانه مخيفة، شكله مخيف حقيقة، فكيف إذا كان فحلا يعني كبيرا جدا، جسم كبير من الإبل وفاتحا فاه؟ سبحان الله. فقيل لرسول الله ذلك فقال: ذاك جبريل، لو دنا مني لأخذه بإذن الله، يعني لقتله بإذن الله عز وجل. فلما رأوا ذلك عادوا إلى أسلوب المفاوضات، وفكروا فيما سيقولون وعلى ما سيتكلمون بعد أن قارعهم الحجة بالحجة، وبعد أن حاولوا أن يعجزوه بالأسئلة، لكن أسئلتهم لم تجد جوابا يزعمون أنهم يريدونه، وهم لا يريدونه لأنهم سيكذبون على كل الأحوال. فكروا في شيء جديد، فما هو؟ ذاك موعدنا، نفعنا الله بما تعلمناه، الحمد لله رب العالمين.